قصة الصدريين لا، أكو يعني رسائل، أكو تواصل، أكو شغل مشترك، وبشكل أو بآخر الصدريين راضين على السوداني بهذا المستوى يعني. بس هل هو خيارهم؟ لا، أقول لك لا، ليس خيارهم، لكن ربما إذا يلجؤون لم يكن إليه خيارهم كخيار رقم باء لماذا؟ أو رقم جيم. يعني تقول هنالك رسائل وليس من خيارهم، إذا ما فحوى الرسائل؟ أكو رسائل، ما كل واحد عنده حساباته. أي شوف، كل واحد عنده حساباته. السيد السوداني يعتقد بهذه الرسائل ربما يضغط على الإطار بقبوله شنو هاي طبيعة هاي الرسائل ولاية دكتور نديم؟ ثانية. شنو طبيعة رسائل التيار الصدري للسيد السوداني؟ يعني نوع من الرضا، يعني الصادرين يبلغون انه احنا راضين على هذا الشغل اللي دا تشتغله، يعني مو كل الرضا، بعد ليش لكن سموها رضا حكومة بني العباس الى حد ما. ايه احسنت، هذه بالبداية. هسه اذا تشوف الصادرين ما يطعنون بالحكومة السوداني زين. لا حاليا، حاليا تلاحظ هاي الاشياء. خلينا نعيد السؤال، او خلينا نقول السنة الاخيرة لا يوجد نقد من التيار الصدري لحكومة السوداني. خلنا نستنتج سؤال من حديثك دكتور. الظاهرة. نستنتج سؤال من حديثك ونبني على هذه الفرضية، أن هنالك تواصل وهنالك رسائل بين مجموعة من التيار الصدري من قياداته مع السيد السوداني. بمعنى، هل التيار الصدري أو سيد مقتدى يريد أن يسحب واحد من أهم عناصر قوة ومرتكزات الإطار التنسيقي لصالحه كجزء من تكتيك وعمل سياسي؟ نفهمها هيك؟ يعني واضح هو الصراع بين التيار الصدري والإطار صار يعني صراع، كأنه صراع وجود. وأي خطوة تساعد في تحقيق الهدف لن يتردد أي من طرفي الصراع على اتباعها. فإذا كانت فرصة التحالف مع السيد السوداني تزيح الإطار، أنا أعتقد لن يتردد التيار الصدري في هذه الخطوة. يعني مو بالضرورة أن يكون خيارة لرئاسة الحكومة، لأنه تدري الصدريين يعني في الآونة الأخيرة رفعوا شعار أنه رئيس الوزراء يجب أن يكون صدري قح، يعني مو من خلفية حزب الدعوة. فأقول هي مجرد رؤى، يعني لا أقول أن هنالك اتفاق حصل بين السيد السوداني والتيار الصدري، لكن أكو مناوشات، أكو تواصلات هنا وهناك مع كل الأطراف، كل واحد يريد يوصل إلى الهدف الذي يبتغيه بطريقته الخاصة. الصدريين خطواتهم الأخيرة واضح أنهم راجعون إلى العملية السياسية، وأكيد راح يخوضون الانتخابات القادمة، أكيد راح يستفيدون من تجربتهم السابقة من خطأ الانسحاب، من التحالفات، أكيد راح يشكلون دائرة تحالفات متعددة.